تواصل مؤسسة حياة كريمة بيع اللحوم البلدي الطازجة والمجمدة والدواجن لليوم 15 على التوالي بالمنافذ الثابتة والمتحركة بمراكز مدن محافظة الشرقية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين. وشهدت منافذ مؤسسة حياة كريمة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بجهود الدولة في تخفيف العبء عنهم، مطالبين باستمرار المبادرة طوال أيام العام وموجهين الشكر لحياة كريمة وللرئيس عبد الفتاح السيسي. جربت اللحوم بتاعتها جميله وفيها ناس كويسين جدا بيتعاملوا مع المواطنين بالحته اللي انت عايز تقطع منها بيدوك منها. والله هي المصدر الوحيد للشعب ان هو بيلاقي حاجه رخيصه وكويسه، تمام؟ وبندعي للسيد الرئيس على اللي هو بيقوله لنا، تمام؟ ونتمنى من ربنا ان هو يزود المنافس ديت على مستوى الجمهوريه عشان الغلابه ياكلوا.